مشاهدي الكرام السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اهل القرار. ضيوفي لهذه الحلقه اولا النائب في البرلمان العراقي الاستاذ المهندس منصور المعيد. مرحبا بك استاذ منصور، ضيف عزيز على اهل القرار. اشكرك، شرفتنا اليوم. انت شرف الله. كما ارحب بالناشط المتميز الاستاذ لازم حميد. مرحبا بك استاذ لازم. مرحبا بك استاذ عبد السلام. كما ارحب بالمشرف التربوي الاستاذ جاسم شلال والناشط المدني عمر الجبوري. مرحبا بكم جميعا. ابدا مع جنابك استاذ منصور اذا سمحت. يعني الميزانيه الخاصه بالعراق لمده 3 سنوات يعني شهدت مخاض عسير في ولاده هذه الميزانيه. شنو السبب؟ استمرت 4 إلى 5 أيام. هل يعني هناك مشكله كانت؟ استطعتم حلحلة هذه المشاكل اللي واجهتكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. بداية نشكر قناة الموصلية لإتاحة الفرصة للخروج إلى الجمهور من خلال هذا اللقاء والمناقشة مع الأخوة الكرام. سألتني هل توجد مشكلة في الموازنة بحيث استمر النقاش 4 أو 5 أيام. جملة من المشاكل، مشاكل تتعلق ما بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان، ومشاكل تتعلق ما بين القوى الكردية نفسها بالإضافة إلى القوى السياسية وإراداتها في الضغط على الحكومة لأجل إدخال بعض الفقرات اللي تخدم هذا الطرف أو ذاك الطرف، ولا سيما نحن مقبلين على انتخابات مجالس محافظات. فبالتالي كل طرف من الأطراف السياسية تريد انه تدخل فد شيء من خلاله تخدم جمهور معين خاص بها. نعم. لكن الحقيقه انه فعلا كانت تستحق هذا النقاش المستفيض. بالنتيجه تم التصويت على الموازنه ل3 سنوات، وهذا جيد ينطي اريحيه للحكومه لتطبيق برنامجها الحكومي. نعم. لما تبقى من الدورة الحكومية الخاصة بها. أستاذ منصور، مو كان المفروض هذه المشاكل تعالج قبل أن يعني يجتمع مجلس النواب ويلتئم، حتى تكون هناك يعني بساطة في تمرير يعني الميزانية؟ يعني هذه المشاكل تناقش مسبقا؟ نعم مسبقا. نعم، هذا من المفترض. نعم، القوى السياسية تعودت أنه دائما ترحل المشاكل إلى اللحظات الأخيرة. لا. وعلمتنا التجربة في التعامل مع القضايا الكبيرة أنه دائما يكون القرار في الساعات الأخيرة وليس في الأيام الحسم. الأخيرة الحسم. لا. فمن هذا المنطلق هاي طبعا تنطي طباع أنه في بداية الأمر القوى السياسية لا يمكن أن تعطي تنازلات، كل واحد متمسك بالسقف ماله إلى حد معين، والموازنة يجب أن يتم التصويت عليها تمرر حتى الحكومة تبدي تشتغل وتنفذ برنامجها وتقدم خدماتها إلى الجمهور. لا. فإذا ما يصل الضغط بهذه الطريقة احنا ما واصلين إلى المرحلة بحيث أنه فعلا نقدم المصلحة العامة على مصالحنا. لا. الشخصية الفئوية سواء على لا. مستوى الفرد أو على مستوى الحزب على مستوى القوى. نعم. طيب يعني هذه الميزانية ل3 سنوات صارت بها مشاكل، اعتمدتم على يعني رقم في الميزانية لبيع النفط. نعم. يعني ماذا لو انخفضت لا سمح الله أسعار النفط بالأسواق العالمية؟ يعني برأيك ممكن تصير مشكلة اقتصادية لا سمح الله؟ طبعا هذا النقاش حصل في هذا الجزء مع الأخ دولة رئيس الوزراء، هم ما إجوا وحددوا الرقم اعتباطي. لا. تقصد سعر بيع برميل النفط؟ لا، ما حدد اعتباطي وجزافا، وإنما كان عندي راسة على معطيات من خلال الدول المحيطة والدول أوبك، بالإضافة إلى التجارب للسنوات السابقة رأي الخبراء. هناك احتمال أن يكون هناك هبوط في أسعار النفط، وهناك احتمالية أنه تصعد أسعار النفط. فكان هذا الرقم تقريبا نوعا ما هو المعدل اللي ممكن الاعتماد عليه في هذه الفترة. احنا هم أو بالأحرى الحكومة تخلي في نظر الاعتبار أنه إذا حصل
عجز اكبر من هذا تلجا الى القروض الداخليه او الخارجيه. حتى عندنا مبالغ طوارئ مثلا نستعين بها في الطوارئ هاي في نهايه الامر. اكل ربما مرينا في تجربه كورونا على سبيل المثال. انت لا يمكن ان تتصرف بمبلغ الطوارئ مسبقا بالتاكيد اذا ما تنتهي تقريبا وضع الحكومه في السنه الاخيره يروح اذا صار عنده فائض سواء مبلغ الطوارئ او غيره يروح الى باتجاه الموازنه التكميليه تقسم حسب النسب اللي تم اعتمادها في تقسيم الموازنه على الوزارات والمحافظات والهيئات الاخرى. فبالتالي تبقى هذه فيما لو اي حصل لا قدر الله اي طارئ غير محسوب حسابه في الموازنه ممكن اللجوء الى هذا التخصيص واستخدامه في تمويل المبالغ اللي يحتاجها ذاك الوقت. طيب استاذ منصور ماذا عن حصه نينوى؟ يعني تعرف ارقام البعض يقول 4 ملايين ونصف 5 ملايين يعني ارقام الكثافه السكانيه. نعم. حصه نينوى زادت عن العام الماضي اخذت استحقاقها نينوى ام لك راي اخر؟ العام الماضي ما كان اكو موازنه. نعم. لكن انا سنواتي خلي انطيك نعم. ارجع كريفرنس أقارن ويا 2019 كانت الموازنة التشغيلية والاستثمار لنينوى بحدود التريليون و50 على ما أظن 50 أو 90 600 استثماري بما فيها دعم الاستقرار والنازحين و450 تشغيلي. اليوم نينوى 900 مليار في هذه الموازنة 900 مليار ما عدا المشاريع الاستراتيجية اللي جت من خلال الوزارات. فأنا سبق وأن ظهرت من خلال شاشة الموصلية طرقت على اعتبار أني عضو لجنة كهرباء وطاقة فكنت مهتم في إدخال مشاريع للطاقة الكهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية حتى نكون على اعتبار انه من سنه 2014 من قبل 2014 والى غايه هذا اليوم لم يدخل الى نينوى انتاج ميجا واط واحد. كان اخر مشروع هو محطه كهرباء القياره الغازيه 750 ميجا اللي نفذتها شركه شالك التركيه. من ذاك الوقت لهذا اليوم ما تم اضافه اي ميجا واط واحد. فكنا حريصين على انه ندخل مشاريع. هذه المشاريع دخلنا مشروعين، محطة كهرباء الشمال الحرارية 750 مليون ومحطة الدورة المركبة لمحطة القيار الغازية بأكثر من 250 مليون. فهذا مليار دولار نعتبره أنه يصرف ضمن حدود محافظة نينوى وقطاع الكهرباء ضمن حدود محافظة نينوى. بالإضافة إلى عندنا مشاريع الطرق يمكن كان الأخوان في اللجنة المالية من محافظة نينوى يسألون بشكل أدق يعطي الإجابة بشكل أدق إلا أنه كثير من المشاريع الاستراتيجية منها المستشفيات دخلنا مجموعة من المستشفيات لمحافظة نينوى. طبعا يمكن التجربة اللي مرت بها المحافظة خلال السنوات السابقة دخلت مبالغ كبيرة جدا. تشوف أنه إذا تقارن حجم المبالغ ويا المشاريع الموجودة على الأرض لا يقارن. فبالتالي كم دخل يعني برأيك المبالغ اللي دخلت؟ أنا الرقم اللي أبلغني به الأخ دكتور أحمد الفتلاوي بالهيئة التنسيقية ما بين المحافظات بحدود 6 تريليون و130 إلى 40 مليار. مبلغ كبير ما شاء الله. ما عدا التخصيص بالدولار. أكو عندنا كثير من المشاريع بالدولار. هذه غير داخلة في هذا الموضوع. المهم هذه 6 تريليون المفروض تكون عندنا مشاريع استراتيجية. تقول لي وين العلة؟ أقول لك العلة في التخطيط مع المحافظة لأن هي المسؤولة على إعداد المشاريع وتقديمها إلى أصحاب القرار. حقيقة فعلا كان أكو خلل في التخطيط وكنا نقول وسمينا بالاسم ومنهم من اعترض. واليوم الأيام الأخيرة أثبتت أنه فعلا كان هناك خلل كبير في معاونية التخطيط في محافظة نينوى أدت إلى أنه ما نعرف هاي الأموال كيف صرفت نتيجة لحجمها وصور المشاريع اللي نفذت. تقول لي أكو مشاريع؟ نعم مع هذا
نينوى اليوم أفضل من كثير من المحافظات في العراق. هذا لا ينكرناه. نعم. لكن خلي نتكلم بمهنية. نعم. القصد إحنا ما أريد ننتقص من أحد. بالتأكيد. وإنما أكو خلل يجب أن نصوبه. نعم. حتى نعالج الخلل بالمرحلة القادمة ويكون الإنتاج أفضل. هذا الخلل إذا سمحت لجنابك، أنتم كن نواب نينوى شخصتوه منذ زمن أم يعني عن قريب؟ شنو خلي أتكلم لك بصراحة. تفضل. إحنا كنواب نينوى جزء من هذا الخلل. لا أخلي المسؤولية. جزء تمام. من هذا الخلل. جزء من هذا وأتحمل مسؤولية هذا الكلام. نعم. كثير من القوى السياسية تضغط على المحافظ في سبيل الحصول على المشاريع. لا. ما يهمه كيف طبيعة المشروع. لا. وإنما يهمه ما راح يستفاد منه من هذا المشروع. لا. فبالتالي المراقبة انعدمت في هذا الجانب. انعدمت. ولهذا أقول إنه الخلل في إن نتحمل الوزر كبير. لا. وهذا الكثير بالنسبة الأغلب من القوى السياسية الموجودة في محافظة نينوى لها دور في هذه القضية، بالإضافة إلى القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي. نعم. في الواقع السني اللي هي من خارج نينوى. نعم. طيب يعني أستاذ منصور ذكرت أنه تقريبا مليون دولار فيما يخص قطاع الكهرباء، يعني الكهرباء مليار يعني سنوات دولار. طويلة المواطن في نينوى وكل المحافظات يعاني، يعني لماذا لا تعتمدون على الطاقة النظيفة اللي هي الطاقة الشمسية بدلا من مولدات وغاز ويعني من هالإشكالات القديمة اللي صارت بالعالم؟ عندنا الوقت الكافي نخوض بالتفاصيل؟ تفضل. الطاقة النظيفة يعني دقيقة أو دقيقة ونص. الطاقة النظيفة طاقة مهمة جدا. نعم. احنا عندنا في قطاع الكهرباء مشكلتين. نعم. أولا مشكلة التمويل. نعم. لأن كل ميجاوات واحد يرادنا مليون دولار. نعم. وإحنا عندنا عجز ما يقارب 15,000 ميجا. نعم. يعني 15 مليار دولار. نعم. هذا واحد. نعم. للعراق كله هذا؟ أتكلم لك على العراق. نعم. هذا الاحتياج الآني. نعم. السنة الجاية الاحتياج راح يختلف. بالتأكيد. راح يختلف. نسبة السكانية يزيد. نعم. فبالتالي الطلب راح يكون أكثر. نعم. النقطة الأخرى هي الوقود. نعم. عندنا مشكلة في الوقود لتشغيل محطات الكهرباء. نعم. سواء يكون الغاز أو الوقود الثقيل. نعم. بكل أنواعه. نعم. اللي يسموه الـ HFO. نعم. Heavy Fuel Oil. نعم. طبعاً هاي كلها مبالغ. نعم. هسه إذا تجي وتشوف مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة النفط مبالغ كبيرة جداً. نعم. أحد الحلول اللي نروح باتجاه الطاقة النظيفة وهي الطاقة الشمسية. نعم. احنا في برنامج الحكومي أثناء نقاشاتنا مع الأخ دولة رئيس الوزراء متجه تماماً باتجاه الطاقة النظيفة. جميل. لكن بتكلم لك على نينوى. احنا حددنا 3 مواقع لانتاج الطاقه الكهربائيه لانشاء محطات انتاج الطاقه الكهربائيه. نعم. من الطاقه الشمسيه. نعم. سهلج الشركه قالت متموجه لا يمكن ان تصلح لانشاء محطه. نعم. العذبه لا تزال اكو مشاكل كبيره جدا في تخصيص الاراضي مع الاطراف. نعم. بالاضافه الى حسن قرب منطقه الشوره. نعم. 250 ميجا هاي عائديتها الى وزاره الصناعه، وانا بنفسي شخصيا رحت قابلت الاخ وزير الصناعه وطرابت الموضوع على الاخ دوله رئيس الوزراء. نعم. لاجل المساعده في تخصيص هذه الاراضي الى قطاع الكهرباء لانشاء محطه. عندنا نقص بالاراضي. نعم. وهاي هي المشكله الاساسيه اللي نعاني منها الان في موضوع الطاقه النظيفه. نعم. بس للعلم. نعم. الميجا واط واحد يحتاج 8 دونم. 8 دونم. ف 250 في 8 دونم، اذا نقول 10 دونم. نعم. هاي 2500 دونم. نعم. فهاي الاراضي غير متوفره بالوقت الحاضر، وجاي نسعى على انه نشوف المكانات اللي ممكن من خلالها نعوض. اذا المشروع معطل اسمح لي. لا يعني اكو معرقلات. نعم. فهذا ياخذ وقت. نعم. بالاضافه الى عندنا مشروع اللي هو تدوير النفايات لتوريد الطاقه الكهربائيه. المحافظة الوحيدة المتقدمة عن باقي المحافظات هي نينوى. نعم. وصلت إلى مراحل متقدمة. عندنا 2000 طن من النفايات طلعنا بحدود 40 ميجا، هذا تنضاف إلى الشبكة. نعم. الوطنية، وإن شاء الله قريبا نكتمل هذا المشروع. يعني اسمح لي أخذ أسئلة من الناشطين. تفضل أستاذ لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا قناة الموصلية، شكرا للأخ الحاج منصور من العيد، شكرا لأخو الحضور. نعم. وشكرا للمشاهدين الكرام.
استاذ منصور، احنا اليوم لازم نستغل الفرصه انه حضرتك نائب او عضو لجنه الطاقه والكهرباء. الكل يعلم انه الكهرباء في محافظه نينوى دائما تكون مظلومه، الحصه مالها حصه نينوى دائما مظلومه، ودائما يتحدثون الناس بالاعلام عبر الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، لقاءات شخصيه مع الساده النواب. هسه حضرتك تحدثت عن الكهرباء وعن شغله الحمام العليل 750 مليون دولار والغازيه 250 مليون مليار. البعض قال ليش يعني اعتمدت على موازنه نينوى بينما المفروض تعتمد على الموازنه الحكوميه؟ هاي هم مشكله، بس احنا هل راح يتوفر الكهرباء في هذا الصيف لاهالي محافظه نينوى؟ اولا نعم. هذا التخصيص مو من تخصيص نينوى، وانما يضاف لنينوى. يضاف لنينوى نعم. هذا التخصيص تخصيصات وزاره الكهرباء والمشاريع في نينوى، ولا تؤثر على ميزانيه محافظه نينوى. يعني الكهرباء راح يكون في تحسن هذا العام ان شاء الله اذا الله اراد. شوف استاذ العزيز، هناك جهود حثيثه على انه يكون موضوع الكهرباء بتحسن لا يخفى على جنابكم والمشاهد الكريم انه الحكومه تولت مهامها في شهر 11 2022. نعم نعم. واليوم احنا في بدايه شهر 6 7 اشهر. نعم. هل من الممكن اعالج مشاكل لثلاثين سنه خلال 7 اشهر؟ لا طبعا. انا ما امارس دور المحامي للحكومه، بالعكس انا جهه رقابيه واضغط على الحكومه، لكن اعتقد نهج الاخ رئيس الوزراء باتجاه تحسين الطاقه الكهربائيه. احنا تطرقت مع الاخ مقدم البرنامج فيما يتعلق بمشاكل الكهرباء، التمويل والوقود. اذا ماكو وقود شلون راح اشغل المحطات؟ ما يشتغل. بالمناسبه اليوم احنا تقريبا حاجتنا 32,000 لتر ميجا وات بالكهرباء، خطه النفط تامن فقط 26. يعني تحت 6,000. زين. بال 30 اذا ما يخون ما تخون الذاكره، الحاجه راح تكون 52,000 ميجا. 1000 ميجا نعم. بينما وزارة الكهرباء 36,000. فيبقى اكو فرق كبير جدا. لذلك الاخ رئيس الوزراء راح باتجاه استغلال الغاز، واذا تلاحظون وقع جولات التراخيص مباشرة مع الشركات الاستثمارية في قطاع الغاز، لان قطاع الغاز راح يردف لي المنظومة الكهربائية. بالمناسبة تشغيل المحطات على الغاز يزيد من كفاءة المحطة. كفاءة المحطة تقريبا 101.4 يعني 40% يزيد لها. اما اذا شغلناه على HFO الهيفي فيول اويل الوقود الثقيل راح تنخفض بمقدار كبير. بالاضافة الى هذا احنا بلد نفطي وليس بلد غازي. الغاز راح يكون مصاحب للنفط. احنا محددين بسقف انتاجي بموجب اوبك، اتفاقية اوبك، على ان لا يتجاوز الانتاج يمكن بحدود الاربعة الى اربعة ونص مليون مليون برميل. برميل ما يصاحبه من غاز ممكن استخدامه. اذا ما اقدر ارفع سقف الانتاج حتى امن غاز. عندنا حقلين غازيات اللي هو حقل المنصورية في ديالة وحقل عكاز في الانبار. حقل عكاز كانت شركة كوكاز الكورية هي المستثمر والمشغل. من دخل تنظيم داعش الإرهابي سيطر على الموقع سحبت معداته وانسحبت. اكو مشكلة في المنصورية والحكومة هسه ضاغطة باتجاه حل الإشكال لأجل زيادة انتاج الغاز ومن ثم الطاقة الكهربائية. فموضوع الطاقة الكهربائية فقط هسه مرتبط بالغاز المستورد، الغاز الإيراني من يكون عندهم حاجة يخفضون التصدير يأثر على محطاتنا. فيراد لها شغل كثير. شوف الاستاذ عبد السلام اذا سمحت. شكرا على قناه الموصليه وشكرا للسيد النائب وشكرا للحضور. سؤالي هو انه احنا 2017 الحمد لله تحرير تم، واحنا اليوم على اعتاب 23 او في اواسط 23. اما الان لنا ان يستثمر الانسان؟ هل ان الموازنه اللي حكيت عليها على مشاريع وعلى يعني كثير من الـ من الـ من الـ من الاشياء اللي تقدم، هل انه هذا الجيل اللي الجامعات هتخرج ابناء وشباب عاطل عن العمل، الا يوجد باب من ابواب الموازنه في معالجه هذا الامر؟ هذا الامر
كموضوع نقاشي، لأنه أنا أحكي لك شيء أستاذ، مسألة أنه الشاب أنه يقول له يخرجه ويقول له روح ما عندك عمل، يعني هذه مسألة مسؤولية الدولة هي إيجاد فرص عمل وعملية تنظيم، سواء فرص عمل سواء كانت في قطاع عام وفي قطاع خاص. أما أنه الدولة تدير ظهرها إلى أبنائها، هذا الأمر يعني هو يؤدي إلى أنه المشاكل تزيد، وإلى أنه تزيد الجريمة، وكل المسائل الغير جيدة تكون. سلام، يعني اسمح الأستاذ لأنه الوقت حتى يجاوب جنابك. سؤال وجيه وفي محله، وأصل مشكلتنا في البلد هي البطالة. واليوم قبل أيام أقرنا قانون التقاعد الجديد اللي يسمح بأنه العامل في القطاع الخاص الضمان الاجتماعي، في الضمان الاجتماعي تكون هناك استقطاعات تقاعدية، فبالتالي ماكو فرق بين الوظيفة العامة والوظيفة في القطاع الخاص فيما يتعلق بالاستحقاقات التقاعدية لاحقا. لكن المبدأ أنه يجب أن تكون هناك مشاريع كبرى تخلق فرص عمل كبيرة، وسوق عمل ما يحتاج سوق العمل يأخذه. فأحنا عندنا قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع صحي، قطاع تجاري، بالإضافة إلى السياحي. زين، هل أن الدولة مداخلة صغيرة، هل أن الدولة متدخلة بمعرفة أبنائها منو عنده الشغل ومنو ما عنده الشغل؟ هاي القضية مسؤولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بفرض تكون هناك بيانات متكاملة عن أعداد الخريجين وحتى المهن اختصاصات حتى المهن. نعم. المهن. فأعتقد أكو توجه، لأن أنا بصراحة قدمت رؤية، إذا أقول لك على اعتبار أنا ممثل عن نينوى. نينوى ما بين الواقع والطموح، شنو هو واقعها، شنو الطموح اللي نريد نوصل إليه. مشكلة البطالة كانت الأساس في هذه القضية. عندنا مشروع ري جزيرة، وأنا دائما متكلم لو استغل بشكل صحيح، وطلبت من الأخ دولة رئيس الوزراء أنه يستدعي خبراء ومستشاري ويروحون باتجاه أساليب الري اللي ما تسلك كميات كبيرة من الماء، على اعتبار احنا نمر في مرحلة الجفاف. هذا فقط يشغل لنا 500,000 فرصة عمل. مشروع واحد، والدولة ما راح تسوي شيء، ما راح تعين وتوفر لك أمن غذائي، مجرد تنطي دعم وتوفر لك أمن غذائي. أمن غذائي زائدا أني أحافظ على الأموال الصعبة، العملة الأجنبية داخل البلد بدل الاستيراد. وهذه نقطة مهمة جدا حتى أبني اقتصادي، حتى يكون مرتاح، حتى تكون هناك مشاريع استراتيجية. فالعملية بعث كان عنده لقاء لأكثر من طرف قبل شهر تقريبا، وكانوا يتناقشون حول هذه المسألة. نعتقد خير أنه لو ترك الأمر إلى الأخ رئيس الوزراء أن يشتغل وفق برنامج اللي هو وضعه دون تدخل القوى السياسية الأخرى، أعتقد الشيء اللي في بالك راح يتحقق ولو جزء كبير منه. أستاذ منصور، أستأذنك بفاصل إذا سمعت، ضيف الكرام فاصل، بعدها نكمل حوارنا. شاهد الكرام فاصل قصير في الملعب. شاهد الكرام، أهلا بكم الجديد. أستاذ منصور رحب بك مرة أخرى في أهل القرار، ضيف الكرام رحب بكم مرة أخرى في أهل القرار. أستاذ منصور، يعني نبتعد قليلا عن الطاقة ومشاكلها ونأتي إلى مشاكل أكبر، وهي المشهد السياسي في نينوى. يعني جنابك رئيس كتلة ويعني نائب لأكثر من دورة، كيف تقيم أو يعني تشوف المشهد السياسي في نينوى في ظل وجود كتل أكثر من كتلة موجودة تحاول أن تستقطب شباب وجوه جديدة لانتخابات مجالس المحافظات؟ تفضل. المشهد السياسي في نينوى مشهد ضبابي، لا يزال، يعني لا يمكن أن نقول هناك فجهة سياسية هي مسيطرة على المشهد وممكن تقود العملية بشكل كامل في نينوى. تقصد الكل في نفس المستوى؟ يعني الكل في نفس المستوى. هناك محاولات لبعض
الأطراف والجهات إنه يكونون هم مركز استقطاب. أعتقد بس أعتقد كان الوقت سابق لأوانه، ونحتاج إلى نقاشات حقيقية ونغلب مصلحة المحافظة على مصالحنا الخاصة لأجل الوصول إلى تشكيل سياسي يكون يمثل طيف محافظة نينوف فعلا، يمثل همومها وتوجهاتها. طيب أستاذ منصور، يعني تتوقع أنه راح يكون دور للشباب أكبر في هذه الانتخابات من خلال استقطاب بعض الكتل اللي وجوه شبابية جديدة كلهم يعني حظوة في مجلس المحافظة يعملون لأجل نينوى؟ من المفترض أن يكون هناك دور للشباب وبالأخص الناشطين واللي عندهم رؤية. لا. لكن أعتقد القوى السياسية مصالحها تتقاطع مع هذا التوجه. لا. يعني راح تبقى نفس الحالة؟ يعني حتى إذا يجيب له شاب مو بالمستوى المطلوب. نعم. وإحنا نحتاج إلى كفاءات، نحتاج إلى شخصيات ناضجة تعمل نشطة. نعم. ويحتاج إلى عدم وجود تقاطعات أثناء الجلسات يعني من أجل يعني نحتاج على أن تكون كتلة سياسية هي تقوم بتوزيع الأدوار على أعضائها بحيث أنه نحصل حقوق نينوى المغيبة لسنوات. شو وقت نصل إلى هذا برأيك؟ والله نتأمل خير إن شاء الله. إن شاء الله خلال لربما هاي سنتين يتبلور شيء إن شاء الله. طيب أستاذ منصور، يعني قبل انتخاب الدورة الجديدة الدورة السادسة لمجلس النواب أعتقد ما صار إن شاء الله. أستاذ منصور، يعني أكثر من مرة التقيت بجنابك وتحدثنا عن ملفات عدة، منها يعني المساءلة والعدالة، التدقيق الأمني، مسألة التعويضات اللي الناس تستغيث وتريد حل. يعني أنتم كنواب نينوى وجنابك بالتأكيد يعني عضو بارز في من نواب نينوى، تحركاتكم من أجل يعني حلحلة هذه المشاكل مع الحكومة؟ بصراحة قلت لك التراكمات السياسية، إذا نتكلم عن المساءلة والعدالة طبعا هاي لا تمثل نينوى فقط وإنما كل العراق بشكل عام والمحافظات المحررة بشكل خاص. هناك بعض القوى السياسية مصالحها تتقاطع مع هذا التوجه، فبالتالي يحاول يبقي على قانون المساءلة والعدالة بهذا الشكل. وتدري احنا حتى نكون واضحين، احنا بالنسبة لنا تقريبا مسلوبين الإرادة في القرار. أدوات الضغط اللي عندنا قليلة اللي ممكن من خلالها يمكن حصلت قبل 2014 مظاهرات، وتذكرون ما حصل في نينوى، فبالتالي صار هناك حقيقة ردة فعل انه ابقى احاول بطريقة او باخرى لاجل الضغط. لكن الدبلوماسية افضل. نرجع نقول في ظل وجود كتلة سياسية تمثل ارادة المحافظة، وهذا طبعا بعيد، وتمثل إرادة المحافظات، أعتقد نقدر نوصل إلى نتيجة. إذا أعيد ترتيب الأوراق، هناك أوراق ممكن استخدامها بقوة لأجل الوصول إلى حل. فيما يتعلق بالتعويضات، طبعا أكو مشاكل في محافظات أخرى. من نروح على اللجنة المركزية نشوف، وإذا تلاحظون متابعين نشاطات النزاهة، أنه كثير من المعاملات المزورة في محافظات أخرى أثرت بشكل غير مباشر على وضع نينوى، بحيث أنه إجراءات التدقيق يجب أن يبقون على نفس المسار، والمفروض تكون أكو لجنة مركزية في المحافظة منا تبت في قرارات التعويض. أعتقد أنه سقف التعويض رفع من 30 في المحافظة إلى 50 مليون، وهذا فشيء ممكن يعالج لنا جزء من المشكلة لكن ما يعالج المشكلة بشكل تام. وهذه نتيجة الضغوط طبعا والمحاولات. مراجعة الدوائر الطاف والأيسار غير الدوائر حسب ما نسمع بالشارع، تعرف نرتقي المواضيع يقول لك يعني أروح على الشباك طاب والأيسار غيرها من الدوائر، التقاعد، يعني دوائر كثيرة. يعني ليش ما يكون هناك مثلا يعني رأي مقترح لمثلا شطر هذه الدوائر لأكثر من يعني تكون ثلاثة مثلا في الأيسر، ثلاثة بالأيمن، حتى شوية نخفف بعض الشيء. راح تقول لي على التعيينات والهذا، لكن يعني هذا جزء من المعالجة. إذا يعني إذا نجي حقيقة الأيد العاملة والكوادر ما أعرف أنا، بس يشتكون من قلتها. لا. بحيث أنه الأيسر نقلوا لهم من سجن شام شمال المعطل ومن دوائر أخرى تابعة لوزارة العدل، ذولي حتى يرفضون أنه يباشرون
بهاي الدائرة. نعم. وأكو أحد المسؤولين كنت أعتمد عليه اعتماد كبير جدا، حاولت أنه يكون هو مدير الأيسر لفترة معينة حتى ينظم وضع الأيسر، لكن رفض شديد، وأثر عليه بشكل كبير من خلال بعض الأخوان، بحيث أنه لو يبطل يقعد بالبيت لو ما يدير هاي الدائرة ما يريد يتحمل هالمسؤولية. من يكون المدير قوي ومدير عليه الاعتماد يحل لك كثير مشاكل هذه الدائرة. طيب إذا مدراءنا اللي نعتمد عليهم ما مستعد، منين يجيب؟ هذا جانب. الجانب الآخر، الحكومة المفروض وهسه ذهبت باتجاه الأتمتة، التعاملات الإلكترونية راح تعالج لك كثير من هذه المشاكل. احنا متأخرين في هذا الجانب. أعتقد أنه هسه في قطاع الكهرباء بلشنا مع الحكومة في قضية أنه الدفع المسبق والإلكتروني، فهذه راح تتعمم على باقي الدوائر. أعتقد أنه هذه الجزئية تنحل، لكن قضية الأيسر مو بالسهولة، نتيجة ملفات كثيرة موجودة متراكمة من الإدارات السابقة. أستاذ منصور، يعني اسمح لي أخذ أسئلة من الناس. تفضل أستاذ جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الموصلية ونشكر السيد ناصر العبيدي، وأيضا نشكر السيد النائب منصور المرعيد على هذا اللقاء. أنا لدي سؤالين، السؤال الأول متعلق بالموازنة، والسؤال الثاني متعلق بالانتخابات. السؤال الأول متعلق بالموازنة هو مسألة السلف. مسألة؟ السلف. السلف؟ هل شمل الفلاحين والموظفين وغيرهم من فئات المجتمع بإطفاء هذه السلف اللي أخذوها من الدولة أو من المصارف؟ تقصد السلف اللي تم إطفاءها؟ نعم. بموجب نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، احنا على أبواب الانتخابات اللي إن شاء الله سوف يشهد العراق بشكل عام لمجالس المحافظات. من خلال مراقبتنا للمشهد السياسي في نينوى، نلاحظ أنه الآن أصبح النائب، أصبحت الأسر التوريث الأسري سواء على مستوى المجلس النواب أو مجلس المحافظة. عضو مجلس النواب يقدم أخيه أو يقدم ابنه من أجل الترشيح ويدعمه بكل ما أوتي من قوة ويسخر له هذه الإمكانيات. رأيك بهذه الجانب، هل راح ينفع المدينة ويساهم في تغيير جزء من واقعها اللي تعانيه الآن؟ وشكرا. شكرا جزيلا. فيما يتعلق بالسلف، الفقرة اللي تم التصويت عليها في قانون الموازن الأخير اللي صوتنا عليه قبل 4 أيام 5، هاي تتعلق بالسلف الحكومية. أكو وزارات وهيئات مقترضة من الحكومة وكان بيها في الجوانب غير قانونية، فبقت لسنوات طوال وهاي قديمة، يعني ما تتعلق بسلف من أفراد ماخذين سلف من الحكومة وتم إطفاءها، لا، وإنما دوائر حكومية من الحكومة. فقط أكو سلفة واحدة اللي هي للمرحوم الكابتن أحمد راضي، كان أكو سلفة ماخذها في حياته، أعتقد تتعلق بجانب زراعي أو شيء من هالقبيل، 200 مليون، وباقي غير مسدد المبلغ بالكامل. فحصل في زمن حكومة الكاظمي موافقة مجلس الوزراء أو تصويت مجلس الوزراء على إطفاء، فأحتاج إلى مصادقة مجلس النواب، تمت المصادقة عليها. هذه فيما يتعلق بالسلف. فيما يتعلق بالانتخابات، بها شقين. الشق الأول أنه التجربة السابقة لمجلس محافظة كان تجربة مريرة، بحيث أنه القوى السياسية اللي كانت اللي هي أفرزت أعضاء مجلس محافظة، ذولي راحوا على جهات أخرى، ماكو ضمان. طيب هو صرف عليه وهو هيئة وهو اللي تعب عليه، وبالتالي يروح في جهة أخرى هي تستفاد من عنده. فإذا يعتقد أنه إذا ما يكون قريب من عندك وأنت إلك سلطة عليه، ما راح تضمن بقاءه معك للمرحلة القادمة، فتعبك يعتقد بهذا الشكل. النقطة الأخرى هي موضوع الفائدة. تقول لي يفيد ما يفيد، يعتمد على مستوى الشخص اللي يتقدمه. يعني أكو أخ هو فعلا كفؤ وأحسن من الخيارات الأخرى، أو ابن أو غير ذلك،
ما العلم أنا ما عندي لا ابن ولا آخر إذا قدنا يعني بالمناسبة حتى لي قدام لا يحسب، لكن هذه القضية في هذا الإطار. وشفت حتى في مجلس النواب أعضاء مجلس النواب لولا النص اللي في قانون الانتخابات الأخير في مجلس النواب أنه لا يحق للنائب أن ينتقل من كتلة إلى كتلة إلى بعد تشكيل الحكومة، لأن تشكيل الحكومة أي كتلة سياسية خصصها شلون تأخذها استحقاقاتها على عدد النواب اللي عندها. فطيب هو فاز معك وراح على أستاذ لازم، أنت اللي صارف عليه وأنت اللي تعبان عليه، أستاذ لازم راح يستفاد من عنده ويأخذ المقاعد والمناصب اللي يريدها من تعبك. فمن هذا الباب يرشحون أبنائهم أو أخوانهم أو من العائلة. يعني هذا ما راح يأثر على نسبة المشاركة بالانتخابات؟ والله هي نسبة المشاركة أصلا بها مشكلة، هي بالأصل بها مشكلة، يراد إقناع يكون الوجوه والطرح. وقلنا إذا أكو كتلة سياسية إذا أتكلم عن نينوى فعلا من نينوى وتمثل توجهات أطياف نينوى أعتقد راح تكون أكو نسبة مشاركة، خلاف ذلك لا. نسمع أستاذ عمر، تفضل أستاذ عمر. أولا بداية نرحب بجنابك الكريم وبالضيوف الكرام وبالأستاذ شوي المايك بدون ناصر. سيادة النائب، بالنسبة لمشكلة المولدات يعني تعرف المواطن الموصلي حاليا يعاني من التسعيرة يعني. نعم. أكو فكرة أنه ليش ما تنتهج وزارة الكهرباء نظام العدادات يعني بشكل مباشر يعني من المديرية إلى المواطن يعني دون الحاجة إلى المولدات يعني. يعني بس شوية إيضاح أخو عمر، العدادات يعني العدادات يعني بنظام الفواتير كما معمول به يعني في مثلا تركيا أو أوروبا. زين أتكلم لك على نينوى. أحنا عندنا توجهين فيما يتعلق بمشكلة الكهرباء، واثنين آثين على أباب أنه تنتهي ويدخل الخدمة 100%. أولا العدادات الذكية. نعم. هذا تم نصبها في حي الثورة وأعتقد نسبة إنجاز بحدود أكثر من 95%. إلا أنه جايهم توجيه من الوزارة من بغداد التوقف حتى يسوون نظام للعراق كله. أنا اعترضت بصفة الرقابية، قلت لهم واصلين إلى مرحلة متقدمة، خلي نكمل هذا ويدخل الخدمة حتى نشوف شنو مشاكلنا. هسه برنامج الحكومي أنطى وزارة الكهرباء 31/12/2024 تكون مكملة كل المشتركين بالعدادات الإلكترونية أو الدفع المسبق، فأكو اهتمام في هذا الجانب. النقطة الأخرى وهي ما أعرف يعرف الأخ أستاذ لازم والأخوان، رحنا باتجاه منطقة حي المثنى كمولدات، الأسلاك هاي المعلقة بالتنسيق مع توزيع المركز أحمد أمجد في الموصل أنه تكون على شكل قابلوات ومنظمة، ومن ثم يتم السيطرة على التجاوزات حتى على الكهرباء. أعتقد إذا رحنا باتجاه العدادات هذه القضية راح نستغني عنها، لأن هنا شنو راح أضمن حتى في وقت الإطفاء التام أني منطي كل بيت 10 أمبير. أبو المولد البيوت إيش قد تأخذ من عند اشتراك 4 5 10؟ نعم. لا أنطيك 10. فماشيين بهذا الاتجاه، وأعتقد خلال شهر يكون أكو نتيجة، وإن شاء الله نلتقي ويا جماعة الكهرباء مجتمعين حتى نشوف. عفوا سيادة النائب، بس سؤال بسيط يعني، كيف ترى مستقبلك السياسي في نينوى من ضمن يعني في ظل هذا المناخ؟ صعب جدا التكهن على المستقبل، يعني الأمور ما تمشي وفق مخطط مسبق، وإنما ردود أفعال وتحصيل حاصل وعلاقات. لكن أعتقد أنه متغيرات المرحلة القادمة سيكون لنا دور. نعم إن شاء الله. أستاذ منصور، أستاذنك بفاصل، ضيوف الأكارم أستاذنكم بفاصل، بعدها نكمل الحوار. هذا كلام فاصل وقصير ثم نعود. شاهد الكرام، أهلا بكم من جديد. أستاذ منصور رحب بك مرة أخرى في أهل القرار، كما رحب بضيوف الأكارم
مرة أخرى. أستاذ منصور، يعني في ظل الميزانية اللي راح تصل إلى نينوى، اهتمام حكومي من قبل السيد السوداني في نينوى وما تعانيه، ألا تحتاج نينوى إلى مدن صناعية، مدن طبية، مدن رياضية، مصفى جديد حتى تنتهي هذه مشاكل نينوى في الشتاء، بنزين مع نفط أبيض، يعني لازم أكو توجه لهذا. شكرا جزيلا. أبدأ من حيث انتهيت، من المصفى ونزولا. المصفى أعلنت فرصة إنشاء مصفى استثماري، والحقيبة الاستثمارية 28/6 يكون آخر موعد لها للتقديم. إنشاء مصفى استثماري على نفط القيارة ونجمة، 70 الطاقة الإنتاجية، 70,000 برميل. هناك محاولات إنه يكون تتبنى إنشاء المصفى وتموله، هي شركة نفسها المستثمرة لحق القيارة ونجمة، لكن ما أعرف هل إنه هناك فقرة قانونية تسمح بذلك أم لا. بالنتيجة هناك من عدة شركات اشترت الحقيبة الاستثمارية، وشركات إلها باع طويل وإلها خبرة في هذا الموضوع. نتأمل إنه خلال 3 سنوات بمتابعة الخيرين من أبناء نينوى، من النواب، من المسؤولين، يكون عندنا مصفى ب70,000 برميل. أما فيما يتعلق بجوانب أخرى اتطرق لها بشكل غير مباشر الأستاذ عبد السلام، هذه فعلا يجب أن تكون هناك رؤية لأجل تشغيل أو استيعاب الفرص العمل وتحريك السوق بشكل كامل. فيما يتعلق بالمدن الصناعية، هناك طرح قديم لإنشاء مدينة صناعية في غرب نينوى. أنا كانت رؤيتي أنه يكون هاي المدينة الصناعية مربوطة في تركيا من خلال سكك الحديد، ومن ثم بأوروبا من خلال ميناء مرسين التركي. أعتقد طريق التنمية اللي يتحدث عنه الآن راح يفعل هذا المشروع وهذا التوجه بالقريب العاجل. فيما يتعلق بباقي القطاعات فعلا، لكن هاي القضية ما تتعلق بسياسة نينوى فقط، هاي تتعلق بالسياسة الحكومية العامة ونهج الحكومة. أكو توجه من الحكومة السوداني بالذهاب بهذا الاتجاه، لكن نعطي الفرصة هاي الأشهر بحيث أنه يستلم موازنته ويباشر، ومن ثم نروح نشوف شنو هي المشاريع الاستراتيجية اللي تم اختيارها ومواقعها. وأحنا راح يكون تركيزنا على نينوى على اعتبار أحنا ممثلين لنينوى. طيب أستاذ منصور، يعني هناك إعمار لا ينكر، ولا يعني يستطيع أحد يقول أنه لا يوجد إعمار في نينوى أو مدينة الموصل، لكن أنتم كنواب بالتأكيد عندكم ملاحظات. راضون عن هذا الإعمار أم لديكم شيء تود أن تقوله فيها هذه الدقائق؟ يعني أنا ما أريد أن أخلي العصب العجل. نينوى اللي يدخل إلى مدينة الموصل يشوف أكو فرق مختلف، أكو نعم وضع مختلف. لكن تكلمنا في بادئ الحلقة أنه حجم الأموال اللي دخلت إلى نينوى لا تتلائم مع المشاريع اللي موجودة على الأرض. يجب أن نركز على المشاريع اللي أشار لها أستاذ عبد السلام، مشاريع اللي من خلالها نخلق فرص عمل. نأخذ لك مثال. إحنا كانت عندنا مشكلة المنطقة القديمة، منطقة دمرت بشكل كامل وعطلت المصالح سواء في باب الطوب، سرج خانة، هاي المناطق بشكل كامل. ذهبنا باتجاه إعادة المباشرة بمبنى المحافظة ومجلس المحافظة اللي هو هسه مشغول من قبل المحافظة. هاي مشاريع حجم البناء مالها كبير. ليش؟ حتى تكون أكو فرص عمل للناس اللي موجودة حواليها. فأحنا يجب أن نروح ونفكر باتجاه مشاريع تخلق لي فرص عمل كبيرة. الطرق وتبليطها ما يستفاد منها إلا ناس معدودين، صاحب المعمل والعمال مالته فقط. يعني كل الاستاف مالته ما يتجاوز 20-30 واحد، بينما مبلغ المقاولة من 1 مليار إلى 10 مليار. نفس الاستاف ونفس الكادر لكن أني اليوم إذا يكون عندي معاونية تخطيط جيدة ويفعل مجلس التنمية والتخطيط الاستراتيجي بالمحافظة، هذا اللي يشمل كل أقسام التخطيط لدوائر المحافظة بالإضافة إلى الجهات ذات الاختصاص، القطاع الخاص، الجامعات،
نفكر شنو هي المشاريع اللي ممكن اني تحتاجها المدينه. نعم. واجي اخلي لها اولويات. والنقطه المهمه والمعيار الاساسي اللي انا يجب ان اخذ نظر اعتبار ايش قد راح يشغل لي من الايدي العامله. بهذه الحاله وبالاخص بهاي الموازنه رفع سقف المشاريع الاستثماريه كانت يمكن لا تتجاوز 20% يمكن وصلت الى 50% او 40% ما يحضرني. وتنميه الاقاليم النسبه المتبقيه. نعم. فاليوم يجب ان نستغل هذه المبالغ باتجاه مشاريع تشغل لي اكبر عدد من الايدي العامله حتى اقدر اعالج مشاكل الناس وهمومهم. طيب هذه المشاريع ما تحتاج مستثمرين ممكن يساعدون الحكومه في هذه؟ اذا كانت التخصيصات الماليه غير كافيه راح باتجاه الاستثمار. نعم. والبرنامج الحكومي يركز على قضيه الاستثمار. نعم. بيئه الاستثمار يجب ان تكون نخلق بيئه سليمه. نعم. بحيث انه نعالج قضايا الفساد. نعم. اللي هي تعطل حقيقه قضيه الاستثمار في المدينه. طيب سياده النائب، كيف تقيم مستوى تمثيلكم النيابي كنواب نينوى واكثر من 30 نائب؟ يعني هل المواطن راضي عن هذا التمثيل؟ البعض يقول أن هناك غياب كبير للعديد من النواب، ما نعرف أسمائهم، ما نشوفهم في تلفزيون، ما نشوف في لقاءات تلفزيونية يتحدثون عن نينوى ومشاكلها. أكو بعض الكتل السياسية ما تسمح النواب يطلعون على شاشات التلفاز. زائدا التشظي اللي موجود في نينوى كل اثنين في كتلة سياسية. لا. فما يبين إنتاج ولا تبين هناك كتلة سياسية تمثل نينوى. لا. ولهذا أشرنا أنه يجب أن تكون هناك كتلة سياسية تحتضن على أقل تقدير 70% من عدد النواب حتى يشتغلون بكتلة قوية. طيب يعني دولة رئيس الوزراء زار نينوى قبل فترة وشكل لجنة لمتابعة العمل والمشاريع في نينوى. التقيت جنابك والسادة النواب مع هذه اللجنة؟ عرفتوا مثلا حيثيات عملها؟ شو يريدون؟ أكو ملاحظات؟ أكو ملاحظات، واللجنة هسه مباشرة في مهامها، وأحنا كنا مشغولين في قضية الموازنة. نعم. لكن بعد العطلة التشريعية إن شاء الله سيكون لنا حضور مع هذه اللجنة للوقوف. نعم. على المشاكل نينوى وآلية حلولها. نعم. يعني طبعا هذه اللجنة جاية بتعليمات من قبل دولة الرئيس، يعني طلعتوا على شيء من هذا؟ يعني هو بشكل عام هاي أحد النقاط اللي تم تشخيصها، حجم المبالغ اللي مصروفة لا يتلائم ويا عدد المشاريع وطبيعتها الموجودة على الأرض. نعم. فهذه هي المفتاح ومن ثم نتوسع من خلالها. يعني هذه بعد العيد تلتقون له ان شاء الله؟ ان شاء الله. يعني اكو امل. نعم. انه التقي. نعم. يعني اسمح لي راح اخذ استاذ لازم، ايش عنده من اسئله؟ لان الظاهر عنده اسئله كثيره. تفضل استاذ منصور. بالنسبه للموازنه كنا نقول 4 تريليون، الناس يقول لك انت منين جايب هاي المعلومه؟ لكن الان اصبحت 6 تريليون و123 مليون. شنو ال 4 تريليون؟ شنو موازنة؟ ماكو عندنا بالموازنة. لا عفوا، الأربعة تريليون قصدي المحافظة، يعني دخلت أموال المحلية دخلت إلى محافظة نينوى. المبالغ التي دخلت إلى محافظة نينوى وكانت على أساس 4، لكن تفاجأنا هاي اليومين أنه 6 تريليون و123 مليون دينار. ما عدا الدولار. ما عدا الدولار، يعني إذا أنا دائما متابع وأنت تعرف يكون الإخوان يعرفون، من أجل المدينة الساعة إذا نسحب عمل بلدية الموصل ما يبقى عندنا شيء. المجسرات والشوارع والمنتزهات والبوابات والمداخل، من اجي اقارنها بالمبالغ ما تطلع 5% من هذا المبلغ اللي نذكره هسه. البوابات مو داخله بهذا المبلغ. ما داخله بهذا بعد، يعني هاي الكارثه الكبرى، يعني الطامه الكبرى كنا نقول. هاي نقطه. غياب مجلس المحافظه، قد انا من الناس اللي كنت ضد مجلس المحافظه او يعني مع الغاء مجلس المحافظه، لكن تبين انه مجلس المحافظه لو موجود كان على الاقل نعرف، لان احنا اذا 6 تريليون اكثر الاخوه النواب ما يعرفون. لان يعني ماكو وحده بين النواب مثل ما تفضلت، التشظي موجود، كنا ابن بكتله، نينوى كانت بهاي الفتره كلها تحتاج وحده النواب، احنا لا القدام يعني القديمين كلهم ما تعدوا، كل ما صاروا يعني انا مع كل احترامي لهم صاروا كل واحد شيخ وقاعد مكانه. يعني النواب القدامى والجدد الشباب يمكن قاموا يجمعون 4 5 يروحون على مسؤول يروحون، بس وحده النواب ضروريه من اجل نينوى. اكو نقطه تطرق بها لاحد الاخوان على مود ابن النائب. انا برايي اتمنى من مجلس النواب يصدر امر يمنع النائب ان يرشح ابنه، لان احنا هو مروجنا نبدا نجيب ابنهم يضوج. هذا يحتاج تشريع قانون. يعني هاي كارثه معناتها راح تصير بيهم بعد ما تقول لي هو ابوه ما طورنا، ابنه يطورنا استاذ الله يرحم والدك ارجو المعذره يعني. ايه. هذا السؤال يعني هذا، ولا الاموال والمشاريع اللي احنا نقول المشاريع استراتيجيه؟ لا والله احنا كلها بس مجرد عمل بلديه يعني بلديه الموصل. هو
يعني اليوم عندنا المجسرات تقريبا قيمتهم بحدود ال 30 مليار. شو يا استاذ؟ لان عندنا 17 حريب، 6 البراوي و6 الميثاق و6 المعارض. المهم نعم. يعني حتى اذا قلنا 50 مليار. بال 50 نعم. 50 مليار من 6 تريليون و140 مليار. استاذ عبد القادر في جلسه قبل سنه ونص تقريبا قال البلديه مخصص لها 127 مليار دينار. فاحنا نعتبر هاي ال 127 ونقول 150 مليار من ضمن 6000. انا شريد استاذ لازم. نعم. انا طرحت على بلديه الموصل وعلى الاخوه المسؤولين انه ننشئ لنا فندق قريب من مطار الموصل. نقطه مهمه نعم. اذا تلاحظ تجي على المدينه قاعات اعراس وكافيهات. وكافيهات مولات. ومطاعم. زين. الفنادق وينها؟ ماكو. قطع اراضي مثل الذهب في مناطق معينه مفروض يكون فندق. نعم. مساحات كبيره كانت نعم. ساعات كبيره. ماكو. فانا عندي مبالغ. واشير لك الى نقطه مهمه الى الفت الانتباه لها. المشروع مال تدوير النفايات يلزم نعم. على الشركه اللي تشغل ان هي تلم النفايات من المدينه. نعم. فبالتالي جهد البلدي هذا تكاليفه راح يتحمل المقاول مو البلديه. نعم. فعندي مبالغ كبيره هذه اروح باتجاه مشاريع استثماريه داخل المدينه منها الفنادق وغيرها بحيث انه اعظم ايرادات البلديه لاحقا والمحافظه لاحقا. نعم. تقوم هي البلديه تنطي المحافظه. بس يراد لنا فد رؤيه اقتصاديه سليمه. نعم. هذه نفتقدها. يعني نفتقد هذا مع وجود اساتذه في جامعات الموصل وغيرها. منو منطي دور الاساتذه بالجامعات؟ نعم. اني؟ نعم. يعني واقراني مستحيل. ليش ما يستشارون هؤلاء؟ لان قضيه الفساد اخي العزيز. نعم. هذول الناس يتكلمون بمهنيه. نعم. وبارقام. نعم. وبارقام. نعم. كثير من الاطراف ما تخدمها هذه نعم. القضيه. هو همه يجي في المنصب حتى يستفاد اعظم استفاده. نعم. اذا اجيب لي واحد استاذ ويتعامل وياي نعم. بالارقام هذا وين راح يصرف لي هذا الحكي؟ ما راح يصرف لي هذا الكلام. طيب استاذ منصور ليش استاذ عبد السلام العفو بس استاذ تفضل. المجامله بين النواب والحكومه المحليه بعثر اموال المحافظه وضاعت الاموال بسبب المجاملات والخطرانه بالعاميه. كلمنا بوضوح على هذا القضيه. كلمنا بوضوح على انه مصالح كثير من الاخوه النواب مع زملائي واخواني واعتز بهم لكن المصالح الشخصيه طغت على المصلحه العامه. استاذ عبد السلام استاذ بالنسبه لتكلم جنابك على الاتمته اكو سقف زمني انه في يوم من الايام يجي المواطن يحول بيته عن طريق الكمبيوتر؟ على المستوى العام ماكو سقف زمني بس على مستوى قطاع الكهرباء 31/12/2024 احنا نحكي هسه نحكي بالنسبه للخدمه يعني هل الطابو مراجعه التسجيل العقاري بالنسبه لكل الدوائر الخدميه بالموصل مراجعاتها متعبه حقيقه. نعم. انت بالنسبه لك اذا نستخدم الاتمته والكمبيوتر في تسهيل عمل المراجع اكو فقط سقوف زمنيه لهذا الامر والا الامر يعني مفتوح؟ ما يحضرني شيء. ما يحضرني ما شيء. زين اكو موضوع انا قلت لك القطاع اللي تحت مسؤوليتي 31/12/2024 اللي هو قطاع الكهرباء. نعم. اكو موضوع الاخ وهو موضوع يعني غريب عن هذا موضوع زراعة التشجير بالمدينة. المدينة بيها أكثر من 400,000-500,000 سيارة زين مقابلة حوض النهر شوفوا فارغ ما بينه لا شجرة ولا كل شيء ما زين هذا الأمر غير أكو فقط ثورة يقوموها بيها الحكومة والنواب ثورة تقوم بيها الحكومة والنواب في التشجير في جعل مساحة خضراء للمدينة يتغير بها الجو المناخ. أستاذ عبد السلام إذا ما تكون كتلة سياسية وتضع برنامج وتوجه نوابها على أنه متابعة هذا البرنامج لا تطلب شيء من النائب المصلحة الخاصة راح تغلب. زائدا احنا مثل ما تفضل جنابك بال 2017 خرجنا من التحرير لا تزال عندنا المدينة القديمة نريد نعالج الواجهة النهرية هاي اذا ما راح باتجاه الاستملاك من قبل البلديه وانشئ مشروع استراتيجي هناك تظل هاي الثلمه موجوده ويظل هذا الوضع بهذا الشكل. خلي اكو هذا شيء مهم جدا
لكن اعتقد خلينا نركز على القضايا الاساسيه، تشغيل العاطل عن العمل، ومن ثم ننتقل للمرحله الاخرى. شكرا جزيلا استاذ. شكرا جزيلا النائب عن محافظتنا المهندس الاستاذ منصور مرعي، شكرا جزيلا لتعاونك الدائم معنا في حضورك وانجاز الكثير من الحلقات، ومنها برنامج اهل القرار. الصحه والعافيه ان شاء الله، والعز للعراقيين دائما. شكرا جزيلا، واشكر قناه الموصليه، وحقيقه هي متابعه لوضع وهموم مدينه الموصل والمواطن، واحنا هذا واجبنا في اي وقت، ومهامنا انه نكون قريبين من الجمهور. نكمل بعض ان شاء الله في خدمه الناس، وبالتعاون مع الشرفاء من ابناء هذه المدينه والاساتذه الكرام، ان شاء الله نصل الى شيء للمدينه. كما اشكر الاستاذ لازم حميد الناشط المتميز دائما في حضوره، شكرا جزيلا، بارك الله بك. كما اشكر استاذنا الكبير عبد السلام الله يرحمه، شكرا جزيلا لحضورك، واسفين تعبناك. كما اشكر استاذنا جاسم شلال المشرف التربوي، مرحبا بك. كما اشكر الاستاذ عمر الناشط الشاب، شكرا جزيلا لحضوركم، بارك الله بكم. مشاهدي الكرام، حتى التقيكم في حلقه مقبله من برنامج اهل القرار، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في كادر العمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.